يقول هذا مصري مقيم: أنا أدرس أبناء كفيلي الخمسة القرآن وأخذ أجرة في آخر الشهر على تدريسي لهذا القرآن غير راتبي. لا بأس بذلك، يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، قوله صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. يجوز أخذ الأجرة على تدريس القرآن وأخذها على الرقية. نعم.